سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم بخير وعلى خير. كلشي هو هذاك. المهم في الفيديو انا جيت نشارك التليفون عندي عمر. المهم جيت نشارك معكم العقيقه ديال البنت الاخت ديالي، وغنشارك معكم الطياب اللي طيبت ماما، رفيسه دجاج. مي خساره ما صورتش اللحم، نتوما عارفين كتكون عندكم العراضه، راه الواحد ما كيجلس، تيبقى جري من هنا جري من هنا جري من هنا، خص كلشي يكون هو هذاك. من شاء الله مره اخرى نوعدكم نصوروا لكم كيفاش كطيبوا ماما. المهم انا صورت لكم بعد الرفيسه وكيفاش كدير لها ماما داك اليقامه بالمساخن، كيفاش كتعمرها، وصورت لكم الدجاج اللي دات ماما، الشرمو اللي دات فيه، وكيفاش مي كطيبو مي كتزما كتشرملو كنصيفطوه للفران كيجي غزال وهشيش. المهم انا نخليكم مع الفيديو باش ما نحرق لكمش المراحل تتفرجوا فيه. وبالنسبه شنو اخر، بالنسبه للناس اللي مشاركين عندنا في القناه، ما ينساوش ما يديروش لينا كومونتير وشي جيم. وبالنسبه للناس اللي جداد، انا فحال قلت كنحفظ راه كنسى. وبالنسبه للناس اللي جداد ما يبخلوش علينا بسبسكرايب. وشنو اخر، صافي بارك عليكم ونخليكم مع الفيديو. الشرموله اللي كنديروا التاج ديال الرفيسه، يلا قولي لهم ولا واش درتي؟ ايوا الدجاج غسلناه وصاوبناه، ها هو دابا ان شاء الله غادي نعمروه. اها كنديروا ليه؟ غنعمروه بالكبده. اها الكبده مقطعه. اها طريفات طريفات بالقامه بالثومه والسكينجبير والبزار وراس الحانوت والزعفران الحار. اها ايوا لالا، وكنقطعو داكشي تنصاوبو تندقوه كلشي وتيبقى كلشي كيتخلط عندي. المهم راه نخلي لكم هاد المقادير ان شاء الله نكتبو لكم. نكتبو لكم الكبدة ديال الدجاج مقطعة، اها كلها باش كنعمروها في الدجاجة. كنعمروها في الدجاجة، اها كنعمروها في الوسط وكنخيطو عليها، اها باش تبقى مجموعة. باش تبقى مجموعة هانتوما هانتوما. ها هو دوا البرد، ها الدوا ديال البرد وديال كلشي، ها هو ما شاء الله هانتي. عرفتي الريحة كيفاش دايرة باش هي تكون فيها البنات؟ كانت غزالة، تجي غزالة ان شاء الله ياك ماما. تبارك الله، هاد اختي عملت لي غزالة. اللي ما ذاقها ما ي... اللي ذاقها ما يتفرقش معاها المذاق ديالها في هاد البرد هذا، كلشي الطهر كلشي. لما كان ولد شيء ولد إن شاء الله. الدجاج ديالنا الثانية تاهي نعمروها، الدجاجة الثانية تاهي إن شاء الله غتعمر، كتعمر وكتخيط وكيعمرو الجناب ديالها. كيطلق البنة. أه أنت دابا ديري طلعتي شناهي؟ داكشي اللي بقى لك من الشرموله ما درتيش فيه؟ بقى لي مشرموله تديرو ليه الجناب ديالو هكا كله كندخلو هانت، شتي؟ اه نقينا ان شاء الله غير باش نخيطوها ان شاء الله. ان شاء الله نوقفو هكا نخيطوها. دابا ماشي دابا ماما طيبيهم ياك؟ لا تعال الصباح ان شاء الله. دابا يباتوا في هاد القامه، يباتوا فيها ها داخلين على الجناب ومع كل شيء. كنتقبوا ليه هنا، كنتقبوا ليه هنا هذا ديالو باش كيدخل ليه الشرموله. بارك الله عليك، يبارك فيك بنيتي. ها نتوما البنات شو الطريقة، من الأحسن كتخليو يبات باش كيشرب ليه أكتر، كيشرب ليه قامة ديالو. كاملة مرقدين في داك القامة ديالو، هما دارتهم ماما هنا. شنو درتي فيهم ماما؟ درت فيهم الزفران، الزفران الحار، درت فيهم البزار، السكينجبير، العشوب، السمن، هادشي كلشي كيكون فيهم وكيطيبو هكا في المرقة ديالهم.
من بعد ما باتوا تال الصباح. واش كدير لهم السفود باش كيدخلوا للطياب؟ تقبيهم باش يدخل الطياب للعب. الله يعطيك الصحة. واش توجد المريقة ديالو نوريها ليك. يلا شنو هذا اللي قلتي لنا هنايا؟ هذا الدجاج ديال فرنسا الله شربناه باش نصيفطوه لفرنسا الله. دابا يبات فهاد الشرموله هادي، شنو درتي فهاد الشرموله امي؟ يبات الشرموله ديالته بالجبير والخرقوم والبزار وهذاك سميتو الزعفران الحار. والزعفران هو باقي شي شعيرات هنايا. الزعفران الحار والباق والثومه والقزقور في وسط منو. ها هكاك الحامض البلدي واللي بغا يدير المطار يبغي يدير بابا المطار يدير نقص الملحة. اي ايوا البنات نتمنى البنات والدراري كاع اللي كيتفرجوا فيا المهم نتمنى الفيديو يكون عجبكم. وبالنسبه للمساخ اللي دات ماما في الرفيسه ولا كيقولوا لهم كي كيقولوا مساخ كي كيقول لهم العشوب بالنسبه اللي عجبهم ولا اللي عجبوه ولا اللي باغيهم ان شاء الله في الفيديو الجاي نوريكم ماما شنو كدير فيهم حيت ماما كتصايبهم على ليل يعني وكيجيو شي حاجه زوينه. المهم اللي بغى يعرف شنو فيهم ولا بغات هو يصايبهم على يديه مهم ان شاء الله خليوا لي كومونتير وفي الفيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم فيديو عليهم كيفاش ماما كتشريهم وكتنقيهم وشنو كدير فيهم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وفاتكم على خير. بسلامه.